بنرحب بكل مشاهدينا مع بداية حلقة جديدة وبرنامجكم نقطة تحول. النهاردة ومن خلال حلقتنا هيكون ضيفنا واحد من كبار قيادات القوات المسلحة السابقين وتاريخ طويل في العمل العسكري وأيضا في العمل المدني كمحافظ وكمدير أو رئيس للأوبرا المصرية. اللواء دكتور سمير فرج، اسم كبير حقيقة وغني عن التعريف، وأعماله ونجاحاته في مجالات مختلفة من آخر المناصب اللي تولاها في عمله العسكري كان مدير الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، وأيضا في عمله المدني في مناصب متعددة ربما أهمها رئيس دار الأوبرا المصرية ومحافظ الأقصر. تأكيدا هذه الرحلة الطويلة فيها العديد من نقاط التحول اللي هنحاول نقترب منها ونكتشفها من خلال حلقة الليلة ونقطة تحول. بين الحياة العسكرية والحياة المدنية التي عاشها اللواء سمير فرج مشوار طويل، بدأه مهنيا منذ أن تخرج في الكلية الحربية عام 1963 ليلتحق بسلاح المشاة ويستمر في حياته العسكرية متوليا العديد من المناصب حتى قائد مشاة ميكانيكا، وتولى كذلك منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية لمدة 7 أعوام منذ عام 1993 وحتى عام 2000. ونظرا لخبراته المتعددة كان لابد وأن يستكمل مشواره على صعيد المناصب المدنية الهامة والتي أحدث فيها إنجازات لا تنسى منذ عام 2000 وحتى عام 2004 وهو رئيس المركز الثقافي القومي، وتولى إدارة دار الأوبرا المصرية فجدد وطور عددا من الجهات الثقافية التابعة لها. أما على الصعيد السياحي فقد كان للواء سمير فرج تجربته كوكيل أول وزارة السياحة لمدة 6 أشهر فقط قبل أن يتولى منصب رئيس المركز القومي الثقافي دار الأوبرا المصرية، فتكتمل الخبرات ليتولى شؤون محافظة سياحية بالدرجة الأولى ويصبح محافظا للأقصر في الفترة من 2004 وحتى 2011، وهي فترة أثرت تلك المدينة بجهود رجل عرف كيف يكون مدنيا بروحه العسكرية والتي لا تفارقه أبدا. إنها قصة بين حياتين. أهلا بكل حضراتكم، لقاء متجدد على شاشة القناة الثانية وبرنامج نقطة تحول. بنقابل ضيوفنا في هذا البرنامج وبنحاول نتعرف منهم على أهم نقاط التحول في حياتهم واللي أكيد كان لها تأثير على مسيرة الحياة والنجاح والإنجازات اللي تمت. وضيفنا في حلقة الليلة إن شاء الله واحد من كبار قادة القوات المسلحة وله تاريخ طويل سواء في العمل العسكري أو كمان في المناصب المدنية الكبرى. ضفنا سيادة اللواء دكتور سمير فرج، وهو طبعا يعني شخصية غنية عن التعريف، لكن لازم نتخطى كده أو نعدي مع حضراتكم عدد من المراحل الهامة في حياة اللواء سمير فرج سواء في عمله العسكري واللي وصل فيه لمدير إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، أو كمان في ومن طبعا محافظ مدينة أو محافظة من أهم محافظات الجنوب في مصر، محافظة الأقصر، وكمان رئيس دار الأوبرا المصرية. مش هنتكلم فقط عن يعني كسيرة ذاتية أو كمناصب في حياة ضيفنا، لكن
هيكون عندنا نقاط تحول مختلفة في حلقتنا النهاردة. خلونا نرحب بضيفنا الكبير واللي بيشرفنا وجوده معنا النهاردة، سيادة اللواء سمير فرج. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا لتشريفك. شكرا فندم، أهلا بيك. أبدأ مع حضرتك ربما أهم نقطة تحول في حياة أي شخص بيلتحق بالحياة العسكرية، هو أنه هو يلتحق بالكلية الحربية. إيه السبب أو إيه اللي كان وراء اتجاهك للحياة العسكرية واختيارك للكلية الحربية؟ تمام. أنا كنت طفل صغير في بورسعيد وحضرت العدوان سنة 56، وأنا مش هنسى يوم 30 أكتوبر لما بدأ الضرب في بورسعيد، وكنا في البيت بتاعنا وكان عالي، وبدأ ضرب الأسطول البريطاني، وكنت طفل لسه صغير. فجيت قلت لوالدي الضرب بدأ مش عارفين بيحصل إيه، فقلت له بص من البلكونة احنا شايفين المظلات كانت نيلة فقال لي، قلت له في السينما، ففتحنا البي بي سي على طول فسمعنا انه بيدوا انذار لاهل بورسعيد انزلوا عضوا في البدروم. فنزلنا من يوم 30 اكتوبر لحد 2 نوفمبر لما وقف اطلاق النار، وكنا كل معلوماتنا من البي بي سي اللي هي بتضرب. فيوم 2 نوفمبر قالوا خلاص الضرب خلص والقوات البريطانيه والفرنسيه دخلوا بورسعيد. فطلعنا فوالدي قال لي تعالى بقى نشوف جدتك. فاخدني التليفونات مقطوعه، فاخدني ورحنا مشينا من بيتنا في حي الفرنك لحد بيت جدتي في حي العرب. مشينا بقى في السكه، في كل نقطه تلاقي على الكورنر شارع 2-3 شهداء سواء جيش او مقاومه شعبيه. شفت ده بعينك؟ طبعا. ووالدي اطلع هات ملايه شهداء في الشارع، في الشارع طبعا، في كل كورنر الدم نازل، الخوذه موجوده جنبه والبندقيه بتاعته والدم سايح. بدينا بقى من نقطه لنقطه، وصلنا ميدان المحافظه كل البيوت محروقه، لان كان اي بيت بينضرب منه نار على الطائرات بيرموا عليه برميل نابالم، فالبلد كلها مولعه. لحد ما وصلنا لبيت جدتي. يوم قلت بقى لازم حي يعني ايه اطلع ظابط وادافع عن بلدي. انت كنت في انهي مرحله؟ كنت لسه سنة في كنت في الاعداديه، يعني في سنه ثالثه اعدادي حاجه زي كده. خدت القرار؟ قلت وانت لازم في ثالثه اعدادي لازم اطلع ابقى ظابط. وفعلا خلصت الثانويه العامه التوجيهيه اياميها، النتيجه تعطلت بتاع الكليه الحربيه، لان كانت الوحده انفصلت، فكان في مشكله بتاع طلب السوريين في كليه حربيه. فالنتيجه اتاجلت، فقابلت في كليه الصيدله. دخلت كليه الصيدله؟ دي كانت برضو كليه يعني قمه. لا اياميها كانت هي تاني كليه بعد الطب. كانت طب والصيدله والهندسه، كان هما تلات كليات. فدخلت صيدله لان كانت عيلتنا بورسعيد عندها كذا صيدله. فدخلت صيدله. فاول ما نتيجه الكليه الحربيه طلعت سحبت اوراقي ودخلت كليه حربيه. طيب سنوات الدراسه في الكليه الحربيه، ايه اللي بتعتبره في دراستك في الكليه الحربيه ايضا عمل فرق في حياتك او عمل نقطة اختلاف او نقطة تحول؟ بص انا كنت دايما التاريخ العسكري بحبه جدا. التاريخ جداً. التاريخ العسكري لان بتديك خبرة من تدرس معارك. كان اياميها التاريخ العسكري بتاعنا بتاخد حرب العالمية الثانية. كان هي دي اللي موجود. هي دي اللي موجود. فكنا بندرس بقى معارك رومل في الصحراء. وحبيت رومل وطريقته في حاجة اسمها الاندارت ابروتش، الاقتراب الغير مباشر. تلف في السنين واطلع ابقى طالب في كليه كامبري الملكيه في انجلترا، وتدرس رومل وازاي عمل اوليد الهارت اللي هو مؤلف الاندركت ابروتش اللي هو اقتراب او الهجوم غير مباشر. ما تهاجمش العدو كده، لازم تهاجم العدو بالاجناب عشان توصل للهدف بتاعك. فدي اثرت فيها في كليه حربيه، ان حبيت رومل وحبيت العمليات بتاعته. ما رحت انجلترا بقى ودرسنا في انجلترا بقى غزو نورماندي وازاي الالمان دخلوا من بلجيكا، الكلام ده كله تعرف بيتركب على بعضه. واصبحت من مدمني ليدل هارت والاقتراب الغير مباشر. مفيش حاجه يا سياده اللواء بتمر في حياه الانسان ما بيستفدش منها، صح؟ بالظبط بالظبط، بس يركز عليها ويبقى عارف عشان ايه. وده اللي انا جيت اما جيت كليه الحرب مدرس بقى نقلت الفكر ده في مصر، واصبحنا النهارده بنتكلم على الاقتراب الغير مباشر. ان احنا لما نيجي نهاجم مفيش بالمواجهه، كله بالظبط.
طبعا يعني ما نقدرش ان احنا نتكلم عن الحياة العسكرية في مشوار طويل لحضرتك في الجيش المصري وما نقولش الحاجات اللي أثرت في تاريخك العسكري من وحضرتك ملازم لحد بعد كده الوصول لرتبة لواء. يعني في طبعا أماكن خدمت فيها طبيعة الأمور إن احنا عارفين طبعا نشرة القوات المسلحة التنقلات بتحدث والكلام ده كله، لكن في أماكن أكيد أثرت فيك بخبراتك اللي خدتها منها بالقادة اللي اتعاملت معاهم بزملائك. بص لما طلعت انجلترا كنت اول ضابط مصر من 20 سنه يحضر كليه كامبريدج الملكيه في انجلترا. بعد 56 وبعد عبد الناصر ما جاء قطعنا العلاقات مع انجلترا فمنعنا. بعد حرب 73 فجاء الرئيس السادات قال ننفتح تاني على الغرب، فروحت انجلترا. ده بعد ما خلصت اركان حرب؟ بعد ما خلصت اركان حرب. انا رحت بصفتي الاول على كليه اركان حرب. تمام. فروحت انجلترا، انجلترا اتعلمت فيها كويس قوي. شفت رؤية جديدة، احنا العقيدة بتاعتنا الشرق اللي هي الروسي، فانت رايح تدرس عقيدة جديدة اللي هي العقيدة الغربية بتاعت انجلترا وامريكا وفرنسا وقت. فطبعا لا شك تغيير كبير جدا في الفكر. الحاجة التانية اتعلمت ان هناك مش بيخلقك ضابط بس. يعني انا اول الترم الاولاني جينا دخلت القائد بتاعي عشان يشوف انا عملت ايه في الترم، لاني كويس قوي في كله. وبعدين جاء حته كده قال لي الله هنا في غلطه. قلت له ايه الغلطه؟ قال لي السوشيال اكتيفيتيز تاخد فيها صفر. قلت له وات يو مين؟ النشاطات الاجتماعيه. الاجتماعيه. قال لي زياره البرلمان، زياره جورنان التايمز، المتاحف. طبعا. قلت له ما روحتش. قال لي لا لازم تروح. وقفل الكتاب. قال لي هاجل تقييمك للترم اللي جاي عشان تطلع، لان انا بعلم. فمن هنا اتعلمت. ورحت بقى تاني، رحت زرت البرلمان وحضرت الجرزات وحضرت ازاي بتعد الصحيفة التايمز في يوم بالكامل. المجلس المحلي بتاع المدينة يعني بيفتح افق كبير. انك مش بتبقى وحقيقي تمر الايام بقى وابقى محافظ وافتكر الكلام اللي حصل. بس حضرتك كده عدت لنا مرور الكرام على كلية القضاء والاركان، وكونك طلعت الاول في دفعتك، واعتقد الدفعه دي الوحيده يمكن اللي كان ليها ظروف خاصه، وقصه انك كنت الاول على دفعتك في كليه القضاء والاركان كانت نقطه تحول ايضا مهمه. ده طبعا احنا طبعا دخلنا الكليه الجيش طبعا ما فيش فيه واسطه. لا طبعا ده مسابقه. كنا 1600 ضابط دخلنا الامتحان، اختاروا 153 او اللي نجحوا 153. ايوه طبعا. فانا لقيت نفسي الحمد لله ربنا كرمني وطلعت الاول امتحان القبول. نعم. في ال 1600 الاول في امتحان القبول والاول في الدفعه، وبعدين دخلت واتخرجت طلعت الاول برضو على ال 153 ضابط. وانا الاول في القبول كنت لسه نقيب جوه الكليه. بقيت رائد. فين جاء قبل حرب اكتوبر باسبوعين فجاه قالوا هتتخرجوا بعد بكره. وذلك حتى احنا ما لناش صوره بتاعتنا جوه التخرج جوه الكليه. الدفعه الوحيده فاتخرجنا فجاه طلعت الاول. يودوني فين مكافاه؟ ودوني هيئه العمليات، ودي كانت نقطه تحول كبيره جدا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ هيئه العمليات هي اللي بتفكر للحرب. فرحت هيئه العمليات. هيئه العمليات في حرب اكتوبر. حرب اكتوبر. ده حظك حلو قوي يا فندم. قوي. ده كمان لسه ثانيه. يعني شوف تفوقي دخلني كليه هيئه العمليات. دخلت هيئه العمليات داخل الكليه. لقيت بقى ان العمالقه اللي جوه 40 ضابط انا في وسطهم قد كده. يعني لما انت حاسس ان انت الاول، بس لما شفت ما هي طبعا حرب اكتوبر ده لا ده اللي خطط لخطه الخدع الاستراتيجي للتعباوي. مين بقى شفت مين؟ شفت مثلا صلاح فهمي اللي هو اختار يوم 6 اكتوبر والساعه 2 الظهر ده اختيار يوم الهجوم. احمد نبيه اللي اختار خطه الخدع الاستراتيجي التعباوي. ممدوح رضوان اللي عمل خطه التحركات. كل الناس دي انت شفتهم جوه الهيئه. دخلت الهيئه مهما انت كنت شاطر. فتحنا بقى المركز العمليات. المركز كتير. ففي غرفة العمليات كان مطلوب ضابط يقعد يشتغل على خريطة العمل الكبيرة. الخريطة. فمين؟ قالوا هاتوا الرائد الجديد اللي متخرج من كليه الحرب. فقعدت بقى. فطول حرب اكتوبر من يوم ما فتحنا في 3 اكتوبر لحد الحرب ما خلصت وانا قاعد في غرفة العمليات. قاعد مع الرئيس السادات. السادات والجمصي واحمد اسماعيل والشاذلي. شفت احداث الحرب بالكامل. دي خبرة رهيبة. بلا شك. واتعلمت وازاي وشفت المشاحنات والنقاشات. ونطور ما نطورش. طب الموقف حتى اي ضابط كان زميلي
طلع بقى مثلا الجبهه في فرقه في لواء، لكن انا كنت شايف الجيش الثاني والجيش الثالث والقوات الجويه والقوات البحريه. وظيفتك ايه على أنا على الخريطه؟ على خريطه العمل اللي هو باخد البلاغات من قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث والقوات الجويه وبنزلها على الخريطه تنفيذي. التنفيذي ومن فوق بقى قاعد الرئيس السادات، يمينه احمد اسماعيل، شماله الشاذلي الجمصي، بيشوفوا تحت الخريطه سير العمل. يعني الرائد سمير فرج قاعد مع القاده دول، ده عملوا يعني غيروك في ايه؟ ايه اللي اتغير فيه؟ انت شفت حرب اكتوبر من كل الجهات، بقول لك القوات الجويه يعني الضربه الجويه ما اتنفذت وطلعت ازاي؟ الساعه 2 وربع قائد القوات الجويه الاسرائيليه بيقول لك اشاره مفتوحه لجميع الطيارين الاسرائيليين ما تقتربش من القناه 15 كيلو، لان لو قرب هتضرب بالصواريخ. ساعتها وانا ظابط صغير كده قلت خلاص احنا هننجح وهنعبر لان هتعبر من غير الطيران الاسرائيلي. المنظر اللي ما نساهوش برضو واحنا قاعدين الساعه كده 3، لقينا الجمصي قام من كرسيه وابطى على الفريق الشاذلي، الاثنين قاموا مع بعض يكلموا المشير احمد اسماعيل في ايه ده، الدنيا جميله وبنهجم وزي الفل. فاحمد اسماعيل الله يرحمه خد السادات ودخلوا جوه في الغرفه، اتاري كان جاله نبأ استشهاد اخو السادات فما حبش يقول قدام الناس. فطلع رئيس السادات بره وقال اخويا زي اي واحد مصري استشهد في الحرب وكمان. فشفت بقى انت كل الاحداث كل يوم عياني يا ست اللي هو ده تاريخ ده. حضرتك كتبت الكلام ده؟ يعني بعض الحاجات كتبتها في الكتاب بتاعي، لكن لازم حاجات لازم مذكرات مذكرات الحرب كلها طبعا. من اول جينا يومها يوم 6 اكتوبر الساعه 12 السادات دخل علينا ووراه الولاد شايلين صواني وفي اكل وعصير وبتاع، قال يا اولادي المفتي طلع قرار يعني فتوى النهارده احنا بنحارب، بلغوا الجبهه كلها الناس تفطر ووزعوا علينا السندوتشات. طبعا كلنا خدنا السندوتشات حطيناها كان محدش فطر غير الساعه 8 بالليل والشفت. لما سالت بقى اصدقائي اللي هم اللي كانوا في الجبهه يقول لي احنا نفطر ايه؟ ده احنا كنا الواحد يستشهد وهو صايم. أيوة كرم كبير من عند ربنا طبعا طبعا. فشفنا بقى احداث كتيره بقى، وسوريا والضرب وقفل باب المندب، يعني احداث حرب كلها قدامك بانوراما. يعني اي ضابط تاني كان في بره غرفه العمليات لا ده حاجه طبعا حاجه مختلفه تماما. فكانت اعتقد نقطه تحول ساعدتني كتير في حياتي بعد كده. لقد كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. أن التمني بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة. اكتوبر 73 بطولات تتوارثها الاجيال. طيب انا عايز اوصل هنا لبدايه المناصب القياديه في القوات المسلحه. طبعا برضو اكيد يعني لازم نشير هنا الى ان المناصب القياديه في القوات المسلحه ليها معايير شديده الصرامه، ويكاد يعني يكون الضابط لما يوصل مثلا لرتبه عقيد او عميد بيبقى عارف اذا كان هيخدم لواء وهيخدم لواء فين. كلنا بالظبط. ممكن يوصل لانهي منصب قيادي او خلاص، يعني الحكايه بتبقى محسومه ومعروفه طبقا ل يعني خدمه الضابط وتاهيله العسكري وتاهيله، وهو كمان مسك مناصب قياديه ايه طوال مشواره. حضرتك كنت يعني متوقع المناصب القياديه اللي طبعا شغلتها؟ انا الاول في كليه قناه حرب في مصر، الاول في كليه قناه حرب في انجلترا في كامبرلي، مدرس في كامبرلي في انجلترا، ما حصلتش من اي ضابط من خارج حلف الناتو اللي هو انا، مدرس في كليه قناه حرب في مصر، في مصر الاول في كليه الحرب العليا الدوره 12 طلع الاول، اشتغلت مدير مكتب مدير الاول مخدرات. على كليه الحرب العليا كمان الدوره 12 كان معايا ناس كتير بعد كده مسكوا وظائف كبيره يعني. فانا في كل دوراتي الاول مش عايز اقول لك، وانا قائد فرقه مشاه كنت في سلوم احسن قائد فرقه في مصر في الفرقه كلها، وطلعت الحج انا ومراتي مكافاه ليا عشان كانت اول مره تطلع دعوه ملكيه للحج. فانت زي ما انت بتقول عندنا في قوات مسلحه
تأهيلك العلمي، كاريرك وخدمتك. انا اشتغلت مدير مكتب مدير مخابرات سنتين، استفدت منهم استفاده طبعا فوق ما تتخيل. طبعا ما فيش شك، فوق ما تتخيل. يعني دي نقطه تحول مهمه جداً، المطبخ بقى يعني. المطبخ. ولما بقى بقيت مدير اداره الشؤون المعنويه وبديت اشتغل من الرئاسه، لا ما دي شغلانه خدمتني دي. خدمتني خدمتي طبعاً. وانا مدير مكتب مدير مخابرات حربيه، لان بتتعلم ازاي بتتعامل مع اللي فوق تحت وزارات التانية، الهيئات التانية طبعاً. لا هي كلها تراكمية. حتة تانية برضو كانت نقطة التحول، ان انا اخدت دبلوم في ادارة الاعمال من امريكا في المانجمنت لمدة سنة ونص، برضو دي يعني نضحت عليا كتير جدا. طيب انا عايز اسأل حضرتك في حاجة، ربما يعني الدورات والدراسات والحاجات دي بيدخلها دفعة بتتراوح بقى 50-60-100 العدد اي مكان، ليه ناس بتستفيد قوي وبيتأثر حياتها وكاريرها، وليه ناس يعني بالبلدي كده زي ما نقول بالعام بيعدوها بيقضوها بيقضوها. هقول لك حاجة، ان انا مثلا كنت ملحق عسكري في تركيا، ففي الويك اند طلعت بلد اسمها بودروم جميلة على البحر، وانا نازل من الجبل داخل عليها لقيتها كلها لون واحد. اما بقيت في يوم من الايام محافظ الاقصر قلت جميل دهنت الاقصر كلها لون واحد. انت فانت بتتعلم من حتة كنت خدمت فيها وشوفت الحاجة حضرتك كملحق عسكري السنتين ثلاثة وعديهم لا اتعلمت وشفته. وانا رئيس دار الاوبرا، جينا افتتحنا دار اوبرا اسكندريه وضبت دار الاوبرا، فاروق حسني كان وزير الثقافه ايامها شاطر جدا في الالوان تركيب الالوان، خلصت كل حاجه جيت فيهم قلت له تعالى لنا اسكندريه وريني الالوان اللون بتاع هنعمله ايه بالظبط. قعد يدرب الوان وراح مطلع لون اسمه جريش، ما بين الجري والبيج والبيج، وضربهم في بعض طلع لون حلو قوي ودهنا بيه اوبرا اسكندريه من جوه. وانا في الاقصر دهنت الاقصر كلها باللون الجريش لان يمشي مع طبيعه الاثار، وانت عارف انها كلها صخور وبتاع فبالتالي اما بتقعد في حته لازم زي ما انت قلت كده تستفيد من هذه الحته. ممكن ما تستفيدش بيها دلوقتي، لكن تستفيد بيها في وقت في وقت انت مخزون مخزون بيتم. طيب نقطه التحول في المناصب المدنية، يعني حضرتك محافظ الأقصر ذكرت ورئيس دار الأوبرا المصرية، من حياة عسكرية حتى في الشؤون المعنوية طبعا بتتعامل مع الصحافة ومع الإعلام ومع يعني عسكرية بس يعني بشكل آخر، لكن الانتقال لمناصب قيادية يعني مدنية حقيقي بقى إيه فترة الشؤون المعنوية لأنها 7 سنين انا اتعاملت فيها بقى مع القطاع المدني كله بقى كله، لان انت كنت ماسك العلاقات العامه بتاعت القوات المسلحه طبعا، فاشتغلت بقى مع وزاره الطيران ووزاره السياحه والاثار، فكل ده اداك زخم كيف تتعامل مع المدنيين. فاول ما طلعت من القوات المسلحه واشتغلت في الاوبرا مع الفنانين كانوا تقريبا معظمهم اصدقائي، لان انا كنت وانا مدير الشؤون المعنويه بنعمل 3 احتفالات في السنه، يوليا و6 اكتوبر و25 ابريل، كنت بجيب الفنانين والممثلين فانت حافظهم وعارفهم وعارف اسلوب التعامل معاهم ازاي، وما تقدرش تمشي الانضباط بتاع القوات المسلحه عليهم. يعني مره بنعمل بروفا والمشير جاي يحضر قال لي ده البروفا الساعه 8، قلت له لا دول الفنانين حضرتك روح وانا سيبني معاهم فايه باخد بدء. فبرضه دي بتاهلك، والا لو انت رحت بالسيستم العسكري بتاعك وتشتغل في القطاع المدني هتتكسر العمليه. فالى شك خبرتك وتعاملك مع المدنيين وبالذات الفنان ده طبعا ده عالم لوحده، عالم لوحده. الاعلام برضو له شكل تاني مختلف صحيح، فانت بتتعامل مع فده شك بقى بيتراكم خبراتك دي كلها. ولما طلعت بقى القطاع المدني لا شك فادني في شغلتي بالذات في الشؤون المعنويه، لانها عودتني ازاي تتعامل مع الاعلام ومع الفنانين ومع المثقفين. انا عملت ندوه مرور 25 سنه على حرب اكتوبر، عملنا ندوه شبه عالميه. اولا 4 ايام الاعلام كله على الهواء بيذيع ماذا تم في اكتوبر 73، فانت اشتغلت مع المحور الاقتصادي، كان بطرس غالي كان موجود، يوسف بطرس غالي موجود يومها بيدير القطاع الاقتصادي، يعني كان
فانت بتتعامل برضو هنا مع كل الفئات. لما بتطلع بقى في حياتك المدنية بتلاقي الفكر ده والتعامل ده علمك ازاي تتأهل تتعامل معه. سيادة اللي هو الدكتور سمير فرج، ايه نقطة التحول اللي ما قلناهاش في حلقات؟ نقطة التحول في حياتي ولادي واسرتي طبعا، ان انا حقيقي كانت اجمل حاجة في حياتي ان انا بقى عندي ولادي وجوزتهم. في اولاد قد ايه؟ انا عندي بنتين وولد وعندي 6 احفاد. ما شاء الله. فالاحفاد كانوا نقطه تحول كمان. اعز الولد ولد الولد. ده حقيقي. احلى يوم في الاسبوع عندي يوم الجمعه، ولادي كلهم بيتجمعوا احفادي وبنقعد مع بعض وبناكل وبنقعد نتخذ القرارات سوا. يعني جت اول حفيده ليا كانت مسافره، عندها 17 سنه وطالعه المانيا، خدت سكولرشيب. وهل تطلع ما تطلعش؟ تخيل طبعاً. عندك بنت طبعا 17 سنة وهتسافر المانيا لوحدها. بس اعتقد ان حضرتك وافقت. برضه خليت المشاركه. قعدنا كلنا نشرح. فسمير فرج الصغير بقى فبيقول لي طب ايه الميزه وايه العيب؟ فبدينا نشرح. هتسافر وتعمل كده، طب العيب ان هتبعد عننا وهتبقى مش معانا، ولكن وسائل الاتصال الحديثه طبعاً. قربت وبتاع طبعاً. فدي نقطه تحول كبيره في حياتي ولادي، وانا حاليا بستمتع بيهم لان انا كنت فاقد الحياه دي خلال مشواري الطويل في حياتي. فانا ببقى سعيد وانا بقعد معهم كل يوم جمعه، بعوض اللي انا فقدته في السنين اللي فاتت. ربنا يديك الصحه يا فندم. شكرين. ويعني كان نفسنا يبقى عندنا يعني وقت كده ضعفين ثلاثه وقت الحلقه نتكلم فيه عن مشوار حياه حضرتك ونقاط التحول اللي فيها. طبعا احنا ما نقدرش نتكلم عن مشوار حياه سمير فرج في مدة البرنامج، لكن حاولنا أهم نقاط تحول فقط. ده تمام بالظبط. شكرا جزيلا. شكرين. شرفتنا وكل سنة وحضرتك طيب. أنتم طيبين. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهاردة من نقطة تحول، أرجو إن شاء الله نكون وفقنا في عرضها. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هنقابلكم ونقاط تحول في حياة ضيف جديد. إلى اللقاء.